يسعدني الآن أن أحيل الكلمة صاحب السعادة إيجوز ليفايتس رئيس لاتفيا. تفضل. Mr. President, this حضرة الرئيس، أيها المندوبون الموقرون، أشكر مصر والرئيس السيسي لاستضافة اجتماع مؤتمر الأطراف 27. مستوى الحضور الرفيع يشير إلى الحاجة الملحة لهذا التجمع. آثار تغير المناخ نشعر بها في العالم أجمع، على سبيل المثال في الصومال الجفاف ذات الوتيرة العالية أدى إلى المجاعة. في باكستان ذوبان الأنهار الجليدية تسبب بإغراق ثلث الأراضي. من اليونان إلى أستراليا مرورا بالولايات المتحدة، الحرارة المفرطة تتسبب بحرائق برية أوسع. في لاتفيا بلدي تغير المناخ يخفف من التنوع البيولوجي. ما يزيد تينا بلة هو أن الحرب الروسية غير المشروعة ضد أوكرانيا أثرت على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والبيئة، وهذا يحول الانتباه والموارد عن العمل المناخي. الوضع الجغرافي ومستوى الدخل والنوع الجنساني كلها أمور مهمة. من واجبنا أن نحمي وأن نمكن المجتمعات الأكثر هشاشة والأقل مسؤولية عن تغير المناخ. الأزمة الحالية في مجال الطاقة تدق ناقوس الخطر، وعلينا أن نسرع الانتقال إلى الطاقة المتجددة وهي عائدة إلى الحرب من جانب روسيا. والحلول الخضراء لا تساهم في جهود التخفيف بل أيضا تضمن الأمن على صعيد الطاقة. ونحن ننوع خليط الطاقة من خلال تسريع مشاريع الطاقة الهوائية، ونحن مصممون على الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. لاتفيا ملتزمة بهدف الاتحاد الأوروبي المتمثل بتخفيض غازات انبعاثات غازات الدفيئة بما لا يقل عن 55% بحلول عام 2030. أما على المستوى المحلي فإن مدينتان كبيرتان هما ريغا وليباغا تهدفان لأن تكون من بين أولى المدن المئة ذات الحياد المناخي في أوروبا بحلول عام 2030. المشاكل الجماعية تطلب حلولا جماعية، وهذه الحلول يجب أن تستند إلى الانتقال العادل. فالانتقال العادل هو محور هذا المؤتمر وهو العبارة المحورية. فالحوكمة المناخية الفعالة تتطلب التعاون الوثيق من الحكومات والأعمال والمجتمع العلمي والمجتمع المدني وتحديدا المجتمع المدني. أصر على ذلك في لاتفيا أيضا. نحن مصممون على زيادة تحسين آلية الحوكمة المناخية. السيد الرئيس، يجب أن يكون مؤتمرنا هادفا إلى ردم الاختلافات في التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل المناخي. التأخير في جهود التخفيف سيزيد في الحاجة إلى تدابير التكيف وإلى مزيد من الموارد المالية. مخرجات شرم الشيخ يجب أن تكون استجابة عالمية شاملة طموحة لتغير المناخ. وكما قال الأمين العام السيد غوتيريس، العالم بحاجة إلى عهد بين الدول المتقدمة والناشئة والنامية من أجل إنقاذ كوكبنا الأرض. شكرا. شكرا جزيلا صاحب السعادة على هذا البيان.